قدمت اليوم مديرية الصحة العامة جربتنا كارمي سوكات بيانا بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة. الوزير أوضحت من خلال البيان أهمية الرضاعة بالنسبة للأم والطفل، مؤكدة في الوقت نفسه بأن الأسبوع سيتم من خلاله توعية شاملة حول الرضاعة وأثرها للأمهات. أخواتي وأخواني، في شهر أوت أزلنا 7 يوم إشان كلمو زمان أوين إلى ديد يانتو ألمي أو ديد أو اليوم كمان بكان وايدين نسمو أوين بقولو ديدي ما سمي لبن ما سمي ودا لي سخر رما سمي بلين كان أم قايدة أخير يانتي ديدا لي سخر إشان من ديد ولا ميكروب ما في اكل ننتول مره ومره انت ديد لي سخر اسا دكاتير دول شافو دا انا كل دكتور دا نوروكو كلام سيدة اخر من يلا اللي تسمى عندهم 6 شهر دا بنتم لبن انا ام بس كان ام على حتى قايدة إلي أنتي ديدا إشان من ديد النصارى بتقول فيتامين دول وشغل السي سخر يبقى كبير أجل وجلد كله آفي دا إلي ديد نانتو دابا أزلنا 7 يوم نكلم فوق لوكو في كلام ديد اللي نانتو ليال كاين هاجي لا مالي أوين بس ونهاجي لي أبدون إشان بكان وايدين أنا أبي نقوله ددي ما سمع كما نسرو رجال يمشوا يبولا بن في سوق ولا شنو يسابي با سكر كان بو في فارماسي كان بيبرو ما فورو أديل كل يسابي با ده بس ندورو أزالنا 7 يوم من هاجو فوغا أو لبن سمع ليال أو كان مرة ينتي ديدا لي سكر دا مردان البنادو كانسر دا كلو ما يلقى da bas haju foga o fakuru 7 yom min 7 août ale asarotinen udda ta somo fi radio wala ta somo fi quartier kalamde dal awin yantu loyal